سليمان الضياء الأدفوي. أدفوي من أدفوي. أدفى أسيوط؟ لا أدفى. وين؟ بلد. أدفو في أسوان. أسوان. بلدك هاي مو؟ مو أسوان. إحنا جينا سوي. بعدين من كراماتي توقف النيل. بلد الإدريسي. إيه والله توقف النيل فنزل وبال فيه فزاد. توفي بإدفو عام 944. بس الكلام ده ما تقولش أنت وتنشر. شو أسوي أنا أخذت إذن من سيدي الحجازي. بس الكلام ده يعني يقول كلام كبير. جنون فعلي. إحنا جنينا وخلصنا. هو دلوقتي البول بتاعه حينجس النيل. أيوة. لا ما بيقولوا ما حمل ال. أبو القاسم بن سليمان بن سليمان الضياء الأدفوي من كراماتي توفي توقف النيل فنزل وبال فيه فزاد توفي بدفو عام 944. أبو النجباء الفوي من كراماته يعني من فيوم يمكن كراماته أنه كان إذا لقن إنسان الذكر يصير يسمع نطق جميع الموجودات حتى الجماد. توفي ببلده فوه. وين صاير فوه؟ عام 916. فوه كفر الشيخ. فوه كفر الشيخ؟ فوه ان شاء الله. ابو معاويه الاسود. كل شغلهم سجاد. الله. واكبر مدينه فيها مساجد. نعم. بلد انور وفرج. وهي بلد الشيخ المدني. بلد الشيخ رمضان هذا سوق. ابو هشام المدني. المدني. ابو هشام اللي كان مسجد زبال العوام بعد من مدني. أبو معاوية الأسود من كراماتي كان أبو معاوية ذهب بصره فإذا أراد أن يقرأ شيئا من القرآن نشر المصحف فيرد الله عليه بصره فإذا أطبق المصحف ذهب بصره. ثاني ما شاء الله سامع مشيخ رمضان. سامع مشيخ زوجي يعني هو ضرير ولكن عندما يقرأ في المصحف يرد له البصر ولما يخلص قراءة يعود زي ما تحت الدرب. ليس ذلك على الله ببعيد. الله قادر على كل شيء. اسمع هذا القالون. قولها تاني يا مولانا. يسمع القرآن. غير القرآن ما يسمع شيء. وكان حتى يعني لو حد شكر ما يسمع. فهو مشهور عنه لما كان عنده ولد بجري الولد ألدى فبيقرأ إن شجرة الزقوم طعام اليتيم. قام قال له لما يأس من تقويمه قال له قول طعام الفاجر. الله. نعم. أبو معاوية الأسود من كراماتي كان أبو معاوية ذا بصره فإذا أراد أن يقرأ شيئا من القرآن نشر المصحف فيرد الله عليه بصره فإذا أطبق المصحف ذهب بصره. أبو يحيى الأصنهاجي من شيوخ مولانا ابن عربي. سنهاجي. الله الاندلسي. سنهاجي برضو. سنهاجي برضو بلد في مصر. لا. موجودة في الغربية في بلد مسماه على اسم القاضي اللي حكم في قضية سيدنا يوسف. وجنبها بلد اسمها سجين. ومحلة روح. بلد الشيخ علي محفوظ اللي أسس الوعظ في أصول الدين. وسنهاجي واسمها سجين دي بلد القصب الزلط الله يرحمه اللي كان وكل جامعة تظهر. من كراماته أبو يحيى الصنهاجي قال في روح القدس كان كبير الشأن مات عندنا بإشبيلية يعني بالمغرب وظهرت له كرامات بعد موته فإن الجبل الذي دفناه فيه كان عاليا لا يخلو من الريح أبدا فسكن الريح. الله. فسكن الله الريح في ذلك اليوم واستبشر الناس وباتوا على قبره يقرؤون القرآن فلما نزل الناس هبت الريح على عادتها. أبو يعقوب الحباس الصعيدي. أيوة وينك. من كراماته أنه وقف يوما على البحر وقال له يا أبا خالد. يعني من أين وإلى أين يعني ليش البحر يسمونه أبا خالد. ها سيدي الحجازي خلود يعني. أيوة. الزمن من أين وإلى أين. أي صح. فقال من غامق علم الله إلى غامض علمه فالتفت لنقيبه وقال سمعته قال نعم قال لا تنطق فخرس مده. الله.
ثم شفع فيه فصار ينطق ولا يسمع، واستمر كذلك حتى مات توفي الشيخ في القرن الثامن. يعني ليش كشف السر يعني؟ ممكن هذا السر هورد يقول وكذا دماء العاشقين تباحوا. هو بيقول يا كاتم السر إن السر قد ظهر ولا أريد حياة بعد ما اشتهرت.